بسم الله الرحمن الرحيم. إني أحد أنصار الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا الفيديو معد بطريقة تبسيطية لبعض ما ورد عن آية من الآيات الكونية في بيان صدق الإمام المهدي المنتظر ناصر محمد اليماني، الإنسان الذي علمه الرحمن علم البيان للقرآن العظيم بوحي التفهيم. ولا كتاب جديد ولا شرع جديد، إنما يفهم من القرآن، من ذات القرآن، فيبين للعالمين بيان القرآن العظيم الحق. الموقع الذي أخذنا منه هذا أو بعض هذه الاقتباسات هو موقع الإمام المهدي المنتظر، منتديات البشرى الإسلامية. فللمزيد للاطلاع على هذه الآية الكونية والبيانات حولها، إدراك بيان آية إدراك الشمس للقمر. كما ذكرت لكم، إني أحد أنصار الإمام، فأحاول أن أبين ما سطره الإمام، وذلك ببعض الاقتباسات. فأرجو من الله أن يوفقنا لتفهيم هذه المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن هذا أول اقتباس للإمام المهدي المنتظر. الشمس أدركت القمر في أوله، أي في أول الشهر، فلا ترون إلا هلال الليلة الثانية. وبرغم أن الهلال يبدو لكم منتفخا وأنه حقا هلال الليلة الثانية، ولكن الأمر يمر طبيعيا إلى آخر الشهر، ومن ثم يتفاجأ علماء الفلك بإعلان هلال المستحيل، لأنه حسب علمهم أن ذلك الشهر حتما بلا شك أو ريب عدته هي 30 شهرا، فيتفاجؤون بعدته ليست إلا 29 يوما، لأنه حسب علمهم أن ذلك الشهر حتما بلا شك أو ريب عدته هي 30 يوما، فيتفاجؤون بعدته ليست إلا 29 يوما. فيدهش ذلك الإعلان كافة علماء الفلك. كيف يرى هلال سوف يغيب قبل غروب الشمس؟ حسب علمهم فهذا مستحيل، ومن ثم نفتيهم بالحق وأقول. إذن كيف يرى هلال سوف يغيب قبل غروب الشمس؟ حسب علمهم فهذا مستحيل أن يرى الهلال كيف يرى هلال سوف يغيب قبل غروب الشمس. ومن ثم نفتيهم بالحق وأقول: يا معشر علماء الفلك، إن سبب رؤية أهلة المستحيل لأن الشمس أدركت القمر، فيلد الهلال من قبل الاقتران، فتجتمع به الشمس وقد هو هلال، وذلك سبب انتفاخ الأهلة، لأنها فاتت عليكم ليلة في أول الشهر القديم وأنتم لا تعلمون. فكيف أصنع بكم حتى تصدقوا قبل أن يسبق الليل النهار فتطلع الشمس من مغربها بسبب مرور كوكب النار؟ وسوف نحاول الآن أن نبين كيف أن الشمس والقمر حركتهم دائما من الغرب إلى الشرق، وأن هذه الحركة تكون دائما من الغرب إلى الشرق. تخيلوا الآن أن هذا شخص في مكان ما على وجه الأرض، فعند المحاق
وهو أن تكون أن يكون القمر والشمس والأرض متعامدين فيحجب القمر ضوء الشمس. المهم هذه المرحلة تسمى مرحلة المحاق، يعني هذه المرحلة عندما لا ترى أو هذا الجزء من الأرض لا يرى ضوء الشمس، فالقمر يكون على وضع المحاق. الآن عندما ينفصل القمر سوف ينفصل شرقا ويترك الشمس وراءه، وينفصل أيضا من ناحية الغرب، فينفصل القمر متجها نحو الشرق. ونقتبس من بيان الإمام: ومن ثم أخبركم بأن الشمس والقمر متجهون شرقا، فأنتم تعلمون بأن هلة الشهور تتأخر من الغرب إلى الشرق، من الغرب إلى الشرق حتى يكتمل البدر، يعني يكتمل البدر في الشرق، بمعنى أن القمر يتحرك من الغرب إلى الشرق حتى يكتمل البدر، فيكتمل هنا، فترونه بالمغرب، يعني وقت المغرب يظهر من الشرق في ليلة النصف من الشهر، وأخبركم الله بأن القمر هو المتقدم على الشمس. الآن بسم الله الرحمن الرحيم. وفي تاريخ 27 جون، كان الجمعة، بعد مغيب شمس الجمعة دخلنا في ليلة السبت 28، فيوم 27 المغرب بعد غروب الشمس دخلنا إذن في اليوم حسب توقيت اليوم في الإسلام، حيث يبدأ من المغرب إلى مغرب اليوم الأفرنجي اللي بعده، إذن من 27 إلى 28، فمغرب إلى مغرب. اتولد الهلال بعد غروب الجمعة، طبعا بعد مغرب الشمس، فتغرب هنا الساعة 9:04 غروب الشمس، وكما تلاحظون غربت الشمس. غروب الشمس، فتغرب الشمس في ذلك التوقيت، فعند غروب الشمس تم رؤية الهلال في الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا في اليمن. الولايات المتحدة الأمريكية كان عن طريق الفلك، لكن في اليمن تمت رؤيته على حسب علمي. الآن أيضا سوف تلاحظون أن ما يحصل أن انفصال القمر عن الشمس الآن في هذه الاتجاهات غرب شرق شمال جنوب، إذن إذا القمر هنا بعد غروب الشمس، فعند رؤية القمر تمت رؤية القمر، ومن ثم دخلت الليلة الجديدة، لكن ما يحصل أن القمر هنا ينفصل عن الشمس ويتحرك من كما تلاحظون من الغرب إلى الشرق، فيتحرك من الغرب إلى الشرق. يتحرك من الغرب إلى الشرق، فيتحرك من الغرب إلى الشرق هكذا، وينفصل تاركا الشمس خلفه،
تاركا الشمس خلفه. فالشمس تكون تتلوه من ناحية الغرب ومتجهة نحو الشرق أيضا، فإذا ما كان القمر هنا مثلا فسوف يكون متحرك ناحية الشرق كما تلاحظون، هذا الشرق تلاحظون، وهذه هي الشمس خلفه من ناحية تتبعه من ناحية الغرب ولا تدركه، فالشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. فهذا إلى أن يدخل البشر في عصر أشراط الساعة الكبرى، تلك الآية القرآنية العظيمة تبين هذه الآية الكونية، أن الشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر، فالقمر يتحرك في فلكه والشمس تتحرك في فلكها، وكل يتجه من الغرب إلى الشرق. فالشمس تتحرك كما تلاحظون من الغرب إلى الشرق وهي تتبع القمر، هذا هو الغرب، هذا هو الشرق، وهي تتبع القمر. فإذا ما حركنا عقارب الساعة نحو حركة من الغرب فهي تتحرك من الغرب إلى الشرق. لاحظ الآن القمر في الشرق في هذا اليوم، يوم 11 بعد مغرب الشمس يوم الجمعة، ودخلنا في ليلة السبت، كان اكتمال البدر، وسوف الناس شاهدت القمر في الشرق. وكما وضح الإمام أن في أحد البيانات، وأقتبس هذه العبارة من بيان الإمام، ومن ثم أخبركم بأن الشمس والقمر متجهون شرقا، فأنتم تعلمون بأن أهلة الشهور تتأخر من الغرب إلى الشرق، من الغرب، إذا هذا الغرب وهذا الشرق، أهلة الشهور تتأخر من الغرب إلى الشرق حتى يكتمل البدر، بمعنى أن القمر يتحرك من الغرب إلى الشرق حتى يكتمل البدر، فترونه بالمغرب، يعني وقت المغرب يظهر من الشرق في ليلة النصف من الشهر، وأخبركم الله بأن القمر هو المتقدم على الشمس. فهذا بيان توضيحي مثلا إلى الحالة الطبيعية لحركة الشمس والقمر ومنازل القمر. فإذا كان هذا الغرب وهنا الشرق، فالاتجاه سوف يكون من الغرب إلى الشرق للشمس، هذه الشمس، و القمر أيضا يتحرك نحو الشرق، هذا اقتباس من أحد البيانات أيضا للإمام المهدي المنتظر، أنه منذ بدء منازل الأهلة، منذ لحظة عمر هلال الشهر الجديد، ينفصل القمر عن الشمس من المحاق، هذا هو المحاق، يكون مظلم القمر. فيقول الإمام أنه منذ بدء منازل الأهلة، منذ لحظة عمر هلال الشهر الجديد، ينفصل القمر عن الشمس من المحاق، من المحاق يبدأ بالانفصال كما ترون، فيكون شرقي الشمس والشمس تجري وراءه غربا، فهي من وراءه من الغرب، وهو متحرك نحو الشرق. ومن ثم يزيد الفارق بينهم ليلة بعد الأخرى، فيتأخر عنها شرقا
حتى يلتقيا في العرجون القديم، فيتأخر شرقا شرقا، وحتى العرجون القديم هو وضع المحاق مرة أخرى، والعرجون القديم هو وضع القمر القديم من قبل منازل الأهلة، من قبل منازل الأهلة كما ترون، هذا المنزل الأولى وابن يومين والتربيع الأول وهذا البدر التربيع الأخير، ثم يبدأ بالتناقص إلى أن يرجع إلى العرجون القديم. والعرجون القديم هو وضع القمر القديم من قبل منازل الأهلة، وذلك المحاق المظلم، ومن ثم ينفصل عن الشمس شرقا هلال الشهر الجديد، وهكذا منذ بدء حركة الدهر والشهر. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، فدائما يسبق القمر بعد الانفصال، يسبق القمر يكون متجه نحو الشرق، ومن خلفه تاركا خلفه الشمس أيضا وهي متحركة من الغرب إلى الشرق. أما بالنسبة لحالة الإدراك، أو هي الحالة التي دخل فيها القمر ولشهور عدة، عندما تحصل هذه الآية الكونية إدراك الشمس للقمر، بحيث أن الشمس تسبق القمر فتتقدمه شرقا. نعم، فأولا لنعلم أن هذا الأمر من بيانات الإمام المهدي المنتظر، يقول: فأما قول الله تعالى: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، صدق الله العظيم، فذلك قسم بأحد أشراط الساعة الكبرى، وهو أن تدرك الشمس القمر فيتلوها في أول الشهر. وأما قوله تعالى: والنهار إذا جلاها، ويقصد ميقات الإدراك إذا حدث في ميقات الفجر، فتشهد هلال الشهر الجديد من جهة الشرق ثم يغيب شرقا. فهذا الغرب هذا الشرق، الاتجاه من الغرب إلى الشرق، فكما تلاحظون يتم الانفصال فتنفصل تتقدم الشمس القمر، تقدم الشمس القمر، تتقدم الشمس القمر، وميقات الإدراك هو ميقات الفجر. وميقات الإدراك هو ميقات الفجر، فقبل ميقات الفجر، قبل أن تشرق الشمس مثلا بست أو سبع ساعات، يكون حصل الإدراك، فأدركت الشمس القمر وهو هلال، منزلة الهلال. والنهار إذا جلاها، ويقصد بميقات الإدراك إذا حدث في ميقات الفجر، فتشهد هلال الشهر الجديد في جهة الشرق ثم يغيب شرقا. تلاحظون أن يتم ميلاد الهلال بالفجر. والنهار إذا جلاها، ويقصد ميقات الإدراك إذا حدث في ميقات الفجر، فتشهد هلال الشهر الجديد من جهة الشرق ثم يغيب شرقا. ومعنى أن الشمس إلى الشرق منه في تلك اللحظات، الشمس إلى الشرق من الهلال في تلك اللحظات، فتشهد هلال الشهر الجديد من جهة الشرق ثم يغيب شرقا، ومعنى أن الشمس إلى الشرق منه في تلك اللحظات. ولذلك حين يكون ميقات الإدراك عند الفجر، وذلك حين يكون ميقات الإدراك عند الفجر. مثلا الآن هذا كسوف الشمس الذي حدث في نهاية شعبان 1426، لاحظوا أن حصل إدراك بعد ميلاد الهلال بست ساعات، الشمس اجتمعت بالقمر قبل شروق الشمس بالفجر،
الهلال كان لحظة ميلاده قبل طلوع الشمس الاثنين. ثم اجتمعت به مرة أخرى في الكسوف في منتصف بعد 12 ساعة حصل الكسوف، اللي هو أن القمر، تعامد القمر مع الشمس مع الأرض. لكن الذي حصل أن بعد ميلاد الهلال ب6 ساعات الشمس اجتمعت بالقمر قبل الشروق، قبل الشروق، والشمس تتحرك ثم تجتمع به مرة ثانية هنا بعد 12 ساعة، ومن ثم تغرب الشمس ذلك اليوم. وذلك حين يكون ميقات الإدراك عند الفجر. وأما قول الله تعالى والليل إذا يغشاها، صدق الله العظيم، وذلك حين يكون حدث الإدراك في جهة الغرب، فيغرب القمر قبل غروب الشمس، والشمس لم تغرب بعد. تلاحظون هنا القمر سوف يغرب قبل الشمس إلى الشرق من جهة الشرق، فسوف يغرب القمر تلاحظون قبل غروب الشمس، فحصل الإدراك. يقول الإمام: فيغرب القمر قبل غروب الشمس، والشمس لم تغرب بعد كونها إلى الشرق منه، برغم أن القمر قد أكمل دورته حول نفسه، أكمل دورته حول نفسه، ودخل هلال الشهر الجديد، ولكنه في حالة إدراك في غرة الشهر الذي حصل الإدراك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى المزيد حول بيانات الإمام المهدي المنتظر، راجعوا موقع منتديات البشرى الإسلامية كما ترون على الشاشة، وشكرا لكم.